جاهز؟ جاهز؟ مشاهدي ومحبي ومتابعي قناة النادي الأهلي في كل مكان، معلقكم الرياضي أحمد مناع يحييكم، ومن صالة هيئة قناة السويس رقم 2 لنقل عودة مباراة كرة السلة ما بين سبورتن والأهلي أو الأهلي وسبورتن في نهائي دوري المرتبط لموسم 2020-2021. نبدأ على بركة الله كده بتشكيل نادي الأهلي اللي بيتكون النهاردة من نادين سرعوة، رضوى، محمد، نوع الشتا، فريدة، وائل، دينا، عمرو، رنا، نبيل، سلوى، هارون، جنة، مصطفى، كايلا، سارنتون، رنا، علاء، حبيبة، حاتم، سرايا، محمد، والقيادة الفنية للكابتن علي هاشم. أما تشكيل نادي سبورتن، منار إيهاب رقم 4، فرح عمرو رقم 8، جينا حلمي رقم 11، نادين ياسر أونانا رقم 13، ميان كامل رقم 21، جمانة هيثم 95، هالة مصطفى 34، فريدة خالد المصاعدة من 18 سنة 33، ملك السيد 31، ليلى نبيل رقم 20. دي التعليمات الأخيرة للكابتن أحمد جمعة وكابتن هيثم كامل مدربي فريق 16 سنة أولاد وبنات، لأنهم هم واقفين، لأن طبعا في غيابات ضربت سواء كان نادي الأهلي أو نادي سبورتن، الكورونا تضرب. كابتن عمرو عاشور، سلامات للجنرال كابتن عمرو عاشور واللاعبات مونيك كريد وأسرار ماجد وهاجر عامر، أيضا سلامات للكابتن موسى علي المدير الإداري لفريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي، سلامات ليهم ويا رب كده ترجعوا تنوروا الملاعب كما عودتونا. حكم هذا اللقاء إن شاء الله هيبقى سارة جمال حكم الدولية من اسكندرية اللي قدامنا دلوقتي حالا على الشاشة، كمان عمرو الزاهد من حكام منطقة القاهرة، والكابتن أحمد شحاتة من حكام منطقة اسكندرية. اللاين أب للنادي الأهلي النهاردة: سرية، فريدة، وائل، نهى شتا، كايلا سورنتون، ورضوى بوينت جارد اللي كانت قدامنا حضراتكم دلوقتي. أما اللاين أب لنادي سبورتن: جينا حلمي، فرح علي أو فرح عمرو، هالة مصطفى، منار إيهاب، ونادين ياسر، والكابتن أحمد شحاتة على تنفيذ الشامبول، والحيازة تقول على طول إلى نادي سبورتن. منار إيهاب واحد على واحد، وأول محاولات اللقاء ما بتنجحش في تسجيل منار، لما نادين ياسر اللي تألقت المباراة وكانت واحدة من نجوم لقاء الأمس، هالة مصطفى تطلع كيك أوت لمنار إيهاب اللي قررت تخش تطلع لهالة مصطفى بالبيس لاين، وأول ثلاثات اللقاء تنجح هالة مصطفى في تسجيل أول نقاط المباراة لتصبح النتيجة 3-0 لصالح نادي سبورتنج. سرايا واحدة من أعمدة الرأسية للنادي الأهلي، من هوشيتا، فريدة، وائل القادمة من نادي هليوبلس لسه راجعة من إصابة، نوع شتا لسرايا اللي قررت ترد هي كمان، شاطت ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول كايلا سورنتون، وادي فريدة وائل اللي تاخد سكرين بتعدي من هالة، طل واحد على واحد بتروح، وأول خطأ شخصي على منار إيهاب لاعبة نادي رقم 13 مش منار إيهاب على نادين ياسر، أول خطأ شخصي وأول أخطاء المباراة، وفريدة وائل على تنفيذ الرميتين الحرتين. فريدة اللي منتقلة حديثا من نادي هليوبلس وفازت معاه بكاس مصر العام الماضي، ثم انتقلت إلى الأهلي ولسه راجعة من إصابة، سلامات لفريدة، وأول فاول شوتين ما بيجيش. فريدة وائل 2-0 لسه النتيجة، وادي فريدة وائل على تنفيذ الرمية الحرة الثانية نجحت في التسجيل. فرح علي بتعدي من تسلم لجينا، جينا وثلاثاتها ما بتجيش، تلم على طول، هنا خطأ شخصي على فريدة وائل، بوشنج، هنا لو نعيدها تاني خطأ شخصي على 14 سارة جمال، كابتن سارة جمال تبص على الرقم، فعلا رقم 14 هنا، البوشنج على الشمال يعني ما ظهرش في الكادر، لا ده على كايلا، البوشنج على كايلا، اوت، تمام، ظهر في الكادر فعلا. وادي نادين ياسر بتحاول تعدي، نوع الشتا مش سايباها، فرح عمرو بتعدي وبتخترق، تسلم نادين ياسر، ميديم شوت نادين ما بتجيش، كايلا على طول تلم الباوند، تسلم للرضوى اللي بتطلع فص بريك، والباصه حلوه والاسيست حلو من سرايا، لكن فريده ما بتنجحش في التسجيل. هارد لك يا فريده. فرح عمرو
واحده من المواهب اللي صاعده في نادي سبورتنج. فرح بتدي لجينا، جينا حلمي سلم تاني لفرح، فرح بتقرر تخترق معاها الستيل حلو، لكن هنا كابتن ساره جمال قالت ان رضوى داست على اللاين اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. هنا في الحكم بالنسبه هنا بيعدل ال 24 ثانيه زمن الهجمه. طيب اوت سايد لسبورتنج، جينا حلمي معاها سوريا بتحاول تقطع منها الكوره، كره هنا جامبول والحيازه التبادليه للنادي الاهلي. رضوى محمد من نادي الاهلي بتسلم لسوريا، سوريا ميديم، سوريا ما عجبتش سوريا تلم مين؟ تلم نوها، لا نادين ياسر من سبورتين. هلا مصطفى هي اللي بتطلع بالملعب تقود الفريق، واحده من الخبرات الموجوده في كانت سابقا في النادي الاهلي وحاليا في نادي سبورتين، خبره كبيره لا يستعان بيها. وادي فرح عم اللي بتدي لنانا اللي قطع حلو قوي لكن ما بتجيش تلم على طول. فريده علي اللي بتطلع ليه سوريا، سوريا بتهدى على ملعبها تسلم ليه رضوى، رضوى بتشاور على اللعبه المتفق عليها، وادي سكرين من كايلا بتسلم لكايلا، كايلا وثلاثاتها، كايلا وثلاثاتها ما بتنجحش في التسجيل، رد على طول لمنار ايهاب، منار اللي بتعدي بملعبها منار تسلم لهالا مصطفى، زملوا بعض في النادي الاهلي وفي منتخب مصر فرح علي او فرح عمرو لهالا، خمس ثواني على زمن الهجمه 24، منار ايهاب بتعدي وبتخترق وبتوصل، لكن هنا خطا شخصي على كايلا، كايلا سورنتون رقم 25 من النادي الاهلي، ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج. الجيم الاولاني امبارح خلص فرق 11 نقطه لصالح النادي الاهلي، وادي منار ايهاب بتنجح في تسجيل الرميه الحره الاولى، اما جيمين الصغيرين او المرتبط في دور المرتبط استطاع ملكات النادي الاهلي الفوز بالجيمين وتوجنا رسميا خلاص ببطوله الدوري. هذه المباراه ليست الا مجرد تحصيل حاصل ويتبقى فقط الاعلان رسميا. منار سجلت الرميه الحره الثانيه، كده النتيجه 4-1 لسبورتين، وخطا شخصي على جينا حلمي واوت سايد للنادي الاهلي. هنا فعلا خدت منها الكوره او خبطتها بايد عفوا، وسكرين من كايلا الرضوى، رضوى والبنتريشن ما بتجيبش، تسلم لنا تسلم نانا وتطلع فص بريك لمنار ايهاب، منار بتهوش معاها كايلا مش سايباها، كايلا سلم لفرح عمرو اللي شاط 3 بوينت ما بتنجحش في التسجيل على طول. نوع شتا اللي بتطلع لسوريا، سوريا عايزه تعمل اسيست، عايزه تلعب واحد على واحد، لعبت واحد على واحد، سلمت لكايلا اسيست حلو ورائع من سوريا لكايلا. نقطتين في جعبة النادي الاهلي، 4-3 لصالح سبورتنج، 6 دقائق 20 ثانية على انتهاء زمن الفترة الأولى والكوارتر الأول. فرح عمرو لهالا مصطفى سلمت لجينا مع فريدة وائل، جينا اختراقات جينا، لكن فريدة وائل تعمل ستيل وتطلع اوت سايد لصالح النادي سبورتنج. اوت سايد لسبورتنج. فرح عمرو بتطلع تسلم لنادين ياسر لهاله مصطفى اللي شاطت ما بتنجحش في التسجيل، لما على طول فريده وائل سلم لرضوى، رضوى وبتطلع على طول وتجري سوريا، سوريا تهدى على ملعبها تستنى مين اللي واخد لها بوزيشن نوع شتا، تقلب سكيب باس على طول لكايلا 3 بوينت من كايلا ما بتجيبش كايلا، وعلى طول يلم نادي سبورتنج. فرح عمرو لقت الطريق فاضي سلمت لجينا، جينا جينا نجحت جينا في تسجيل 3 نقاط عشان يصبح الفرق 7 سبورتنج 3 الاهلي، 5 دقايق 40 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الاول. وادي سوريا لكايلا، كايلا سورنتون اخترقت كايلا وصلت ونجحت في تسجيل نقطتين، كايلا سورنتون هي اللي نجحت في تسجيل نقطتين ودقيقة الفرق الى نقطتين. وادي ترابات النادي الاهلي، هلا مصطفى قطع طلع كيك اوت لنادين ياسر، لكن هنا كابتن عمرو زايد قال داست نادين ياسر على اللاين، تصبح الكره اوت سايد لصالح النادي الاهلي.
بالتمام والكمال 5 دقايق و12 ثانية. 7 سبورتين 5 الأهلي. توتال فاولات هنا وهنا 2-2. وادي رضوى بتعدي حلوة قوي. سلم لكايلا، كايلا بنتريشن، كايلا تقف جامب شوت وتنجح في التعادل 7-7. كايلا سورنتون ينجح النادي الاهلي في التعادل 7-7. جينا حلمي وترابات لسه من النادي الاهلي تخطف نوشيتا على طول، فص بريك لكايلا وبشمال كايلا لكن تعترضها فرح عمرو بخطا شخصي ورميتين حرتين لكايلا سورنتون. تغيير هتخش دلوقتي جومانا هيثم من سبورتنج وتخرج فرح عمرو رقم 8 زي ما احنا شايفين قدامنا كده. جومانا 95 وادي اعاده الفص بريك. فرح فعلا زي شد ايد كده او حاجه. وادي كايلا على تنفيذ الرميه الحره الاولى تنجح في التسجيل. كايلا وادي الرميه الحره الثانيه. كايلا سورنتون تنجح ايضا في التسجيل عشان تصبح النتيجه 9-7. النادي الاهلي شايط 4 فاول شوتين لغايه دلوقتي، محقق نسبه نجاح 3 من 4 محاولات، ونادي سبورتن شايط 2 من نسبه 100% مسجل الاثنين. لكن خلاف المباراه هلا مصطفى تسلم لنادين، لكن حلو الستيل من نوع شتا وطلع فص بريك لسوريا، سوريا والباك ليب وتنجح انها تاخد فاول على جينا حلمي رقم 11 من نادي سبورتن. سوريا دغيدي واحدة من ملكات كرة السلة النسائية في النادي الأهلي. هنا فاول فعلا سندت بإيديها الشمال ورميتين حرتين لسوريا دغيدي. تنجح سوريا بتسجيل الرمية الحرة الأولى عشان كده الأهلي يسجل من 5 رميات حرة 4 ودي الرمية السادسة. تنجح أيضا في التسجيل. كرة تقول إلى نادي سبورتن. جومانا، جومانا هيثم ابنة كابتن منتخب مصر السابق ونادي سموحة هيثم عيد. جينا حلمي لقى الطريق فاضي، سلمت لنانا من بعيد، نانا شاطت نجحت في تسجيل نقطتين. دقايق الفارق إلى نقطتين، 11 الأهلي 9 سبورتن. 4 دقايق و5 ثواني على انتهاء الكوارتر الرابع، عفوا الأول. كايلا لفريده وائل اللي لسه راجع من اصابه، سلمت لكايلا ميديام، كايلا شاطت، كايلا ما نجحتش، لم الثاني على السكند شوت اخترقت وقررت تشوت ثاني والنبادي ما جابتش، تلم هلا مصطفى من سبورتن تسلم لمنار ايهاب لجينا حلمي عايزه تباصي لمنار ايهاب وتعمل فص بريك لكن تخبط في منار ايهاب وتطلع اوت سايد لصالح نادي الاهلي. زي ما احنا شفنا كده منار خبطت في رجليها وبتطلع اوتسايد. كرة مع الاهلي دلوقتي 3 دقايق 40 ثانية. 11 الاهلي سبورتن 9. نوشيتا فريدة وائل صفقتين جداد من صفقات النادي الاهلي بيلعبوا. سوريا طلع لرضوى اخترق بالبيز لاين رضوى، لكن هنا كابتن عمرو زايد قال مخالفة المشي بالكرة على رضوى محمد وهيحصل تغيير دلوقتي حالا. أنا شايف كده في الأفق رانا نبيل، بس خلينا مع المباراة دلوقتي. وادي فرح عمرو اللي نزلت حبت تقطع في السكة فريدة ما كملتش، راحت لمنار إيهاب، تلاتات منار، تلاتات منار، نجحت منار في تسجيل 3 بوينت من أصل 5 محاولات، نجح نادي سبورتن في تسجيل 3 نقاط، 3 محاولات لل 3 بوينت، أما نادي الأهلي شاط على 3 محاولات 3 بوينت ودي الرابعة، لم ينجح في التسجيل حتى هذه اللحظات. لكن دقيقتين 49 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول، 12 سبورتنج 11 الأهلي. وادي الكرة مع فرح عمرو تسلم لمنار إيهاب والهاند أوف. منار حاولت تخترق معاها فرق معاها يا راجل يا راجل مارشيه يا راجل مارشيه حرام، لكن تتحسب باسكت خلاص يعني 14 11 لصالح سبورتنج. دقيقتين 20 ثانية كايلا بصت حلو لكن تتقطع في السكة والستيل من فرح عمرو وترجع بالستيل فريدة، لكن فريدة اتكعبلت كده ارض لك يا فريدة وبتطلع اوت سايد لصالح النادي سبورتنج. نزلت رانا نبيل
واحدة من المنضمات حديثا من نادي سبورتن ولسه راجعة من إصابة، سلامات لرانا. دي الكرة هي الإعادة، يعني ما عرفتش تعمل بالانس كده على جسمها فخرجت الكرة منها أوتسايد لصالح نادي سبورتن. رانا نبيل مكان رضوى، وادي الاوتسايد، وهلا مصطفى تخطف الكره و3 بوينت من نانا، تنجح نانا في تسجيل 3 بوينت كمان. رانا نبيل من الاهلي لكايلا سورنتون الامريكيه المنضمه حديثا من نادي الاهلي لنوشيتا. رانا نبيل تلحق قبل الاوت، سلم لكايلا ومعاه هاله، ماسكين بعض ثنائيات من امبارح، لكن بلوك حلو من جمانه هيثم والكرة توصل لسبورتن اللي بيسجل نقطتين كمان عشان تصبح النتيجة 19-11 لصالح نادي سبورتن. على طول كابتن علي هاشم يطلب تايم اوت لإيقاف التقدم نادي سبورتن. 8 نقاط فارق لصالح نادي سبورتن، نادي سبورتن عامل 4 أخطاء شخصية، نادي الأهلي عامل خطأين شخصيين. دقيقة 44 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر. نادي الاهلي تحت 16 سنه تفوق على نظيره سبورتنج النهارده وامبارح وبكده، والاهلي درجه اولى سيدات او ملكات السله سيدات، استطعنا ان يفوزنا على سبورتنج امس بفرق 11 نقطه، مباراه كبيره جدا عملها النادي الاهلي كده. على طول دور المرتبط بعد هذه المباراه يتم اعلانه رسميا لصالح النادي الاهلي. تعليمات الكابتن علي ونرجع لحضراتكم تاني. هذا عدد المباراة، وادي الاسيست الحلو من سورايا الكايلا، وادي جينا وثري بوينت جينا. سريعا كده كابتن هيثم، طبعا بحييك وبحيي ضيوفك الكرام كابتن سلعوة والكابتن علياء. النادي الاهلي شايط 4 3 بوينت حتى هذه اللحظات، لم ينجح في تسجيل ولا محاوله، اما نادي سبورتن شايط 6 محاولات على 3 بوينت نجح في تسجيل 4. نادي الاهلي جاله عدد 6 محاولات فري ثرو او فاول شوت نجح في تسجيل 5، اما نادي سبورتن جات له محاولتين فقط ونجح في تسجيلهم بنسبه 100%. وادي سورايا من الاهلي، سكرين من كايلا لنوع شتا، قطعت حلوه قوي، الاسيست جميل من نوع شتا، ونقطتين كمان لصالح النادي الاهلي. 6 نقاط فارق لصالح سبورتنج، هيضغط النادي الاهلي يتميز بالشراسه الدفاعيه. وادي هلا مصطفى تنقل ناحيه ثانيه لفرح عمرو اللي شاطر ما جابتش، تلم على طول كايلا، برج المراقبه العالي للنادي الاهلي. رنا نبيل لفريده وائل، فريده سكرين من نوع شتا، فريده ونوع حافظين بعض من سبورت من هليوبلس، لكن تقع في رجليها وتطلع على طول. جمانة هيثم تسلم لفرح عمرو تاني، فرح ليه هلا مصطفى اللي شاطت 3 بوينت ما نجحتش في التسجيل، تلم على طول تاني على السكند شوت حاول تخطف. رنا نبيل لك تسلم لنادين ياسر، زون ديفنس لسه النادي الاهلي، جينا شاطت جينا ما جابتش، الريباوند عند مين؟ الريباوند عند فرح اللي قررت تشوط النبادي ونجحت في التسجيل عشان توسع الفرق 22-13 لصالح نادي سبورت. 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الأول. وادي رانا نبيل 23 ثانية، سورايا وسكرين، سورايا قررت ترد لكن بعيدة قوي يا سورايا، وخطأ شخصي على فريدة وائل ترتكبه، وفي الأفق كده نادين سلعوة 14 ثانية اللي دخلت مكان فريدة وائل. فريدة وائل أول خطأ شخصي ليها في هذه المباراة، وأدي نادين سلعوة اللي نزلت. زون ديفنس لسه النادي الأهلي والكرة لصالح نادي سبورتن 22-13، 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الأول. وادي جمانة لنادين ياسر، هلا مصطفى واختراقات هالة، أي حاجة ما بتجيش، تلم عند رنا نبيل، خلاص الصفارة صفرت وأعلنت انتهاء الكوارتر الأول بنتيجة 22 سبورتن
13 الاهلي. دقيقتين زمن راحة المقررة بين شوطي المباراة، ونشوف تعليمات كابتن علي ايه، هل هيضغط ويستمر بضغطه حتى يوسع الفارق لصالحه، ام كيف سيحافظ كابتن احمد جمعه وكابتن هيثم كامل على تقدمه. هنشوف دلوقتي التعليمات هنا ايه والتعليمات هنا ايه. خليهم بس يضموا شوية، فأتاك الجاب دي عشان يضموا، فأتاك الله يفوز دي إن أنا جاري، أنا عايز الكرة دي تروح لنانا هنا. أنا مش فاهم، نلعب تحت شوية هتعدي على طول، أول ما نانا تستلم الكرة اديها لها بوشن برضه مع بعض وجاية معاكم فرق. انتهاء زمن الراحة ما بين الكوارترين. طبعا يعني انا من هنا حابب ابلغ سلامي وتمنياتي بالشفاء للنور اللي اعلن على صفحته دلوقتي ان هاجر عامر لعبة نادي سبورتنج ان المسحة طلعت سلبية. سلامات طبعا لهاجر، وحمد لله على سلامتها، وحمد لله على سلامة كل ولادنا، ويا رب يكفينا شر هذا الفيروس اللعين. يعني حصل حاجات كده في اليومين اللي فاتوا كان الناس مستاءة منها جدا وغير راضي عنها تماما. لكن خلنا في المباراة. جومانا هيثم الحيازة التبادلية لصالح نادي سبورتين. ادي فرح عم سكرين من هالة تخطف على طول وتعمل ستيل سوريا، لكن تخبط في رجليها ويتجدد معاها زمن ال 14 ثانية زمن الهجمة. هلا مصطفى ليه جومانا هيثم الاهلي مان تو مان. جومانا بتحاول تعدي تخطف منها على طول سوريا اللي بتطلع فص برجلها هديت على ملعبها، وهنا كابتن ساره جمال احتسبت خطا الدبل دريبل على سوريا دي غدي. 22 13 لسه زي ما احنا، فات نص دقيقه فقط. اهي تاني اهي شالت الكوره. ايوه فعلا صح، وجدج الحكام وجمانة هيثم لها الطريق فاضي، وخطأ شخصي على رنا نبيل، ورميتين حرتين لصالح نادي سبورتنج. خطأ شخصي بيحتسبه الكابتن احمد شحاتة، ورميتين لجمانة هيثم. ادي الرمية الحرة الاولى ما بتنجحش في التسجيل، والرمية الحرة الثانية تنجح في التسجيل. تغيير في صفوف نادي سبورتنج، خرجت منار ونزلت نادين، عفوا دخلت منار في الملعب ونزلت نادين ياسر، وخرجت نادين ياسر. رنا نبيل لنادين سلعاوي، سكرينات نادين لنادين كايلا، وادي رنا نبيل من الاهلي نوع شتا لسوريا. 8 ثواني على 24 سوريا، واختراقات سوريا ما بتنجحش، تلم كايلا على طول في السكند شوت وتنجح في تسجيل نقطتين، لكن وقعه قويه جدا. سلامات يا كايلا، سلامات يا كايلا، الوقعه قويه جدا. يعني نتمنى لها يعني هي الحمد لله ابتدت تقوم. سلامات لكايلا نشوفها تاني. هنا لمت ريباوند فدائي طلعت ولمت جسمها كويس جدا، لكن اختل توازنها وقعت على ظهرها. الوقعه كانت شديده شويه، لكن الحمد لله يعني كايلا لو الكاميرا بس تيجي عليها. كايلا الحمد لله بألف سلامه وألف خير يا رب دايما. اهي زي ما احنا شايفين قدامنا، وتغيير، خرجت فريده وائل، او عفوا دخلت فريده وائل بدلا من نوع شتا في النادي الاهلي، والكورة مع نادي سبورتن. 23 15 9 دقايق بالتمام والكمال. وادي جومانا هيثم تسلم ليه هلا مصطفى اللي بتخبط في ايديها وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. النادي الاهلي ابتدى ديفنسه يقوى، يشد شوية، سجل اول نقطتين اهمت، وابتدى يعمل ستيل من نادي سبورتن. رنا نبيل ليه
سوريا لكايلا، كايلا والتو بوينت، كايلا ما بتجيبش لما على طول ما فرح، لكن فريدة وائل اللي لسه نازله يا عيني ارتكبت خطأ شخصي رقم 14 زي ما كابتن احمد شحاته مورينا، واوت سايد لصالح نادي سبورتنج. الخطأ الثاني على فريدة وائل. جمانة هيثم جيلها سكرين من منار ايهاب، جمانة تخترق تطلع السكيب باص لجينا حلمي، فاضيه جينا قررت انها تخترق من البيس لاين وتنجح في انها تحصل على خطأ شخصي على رنا نبيل اللاعبه رقم 9 ورميتين حرتين لصالح جينا حلمي من سبورت. 23-15 جينا تنجح في تنفيذ الرمية الحرة الأولى. المشاورات كده ما بين كايلا وكابتن علي هاشم والترجمة للكابتن أكرم الإحصائي، ودي جينا تنجح في تسجيل الرمية الحرة الثانية، 3 رميات إن من 4 رميات اتشاطوا لنادي سبورتنج. 25-15 لصالح سبورتين. كايلا سورنتون لسوريا لكايلا تحت الباسكت، تلعب واحد على واحد مع هالة، تلف وتخترق وتنجح في تسجيل نقطتين والاند وان، وخطأ شخصي على هالة مصطفى لاعبة النادي لاعبة نادي سبورتين. كايلا على تنفيذ الرميتين الحرتين هنا بخبرة هنا والفيك حلوة أو قدرت تعدي من جينا وطيارت هالة، لكن هالة برجليها عملت الفاول لصالح كايلا. كايلا والرمية الحرة الإضافية والأند وان تنجح في التسجيل. 18-25 لصالح نادي سبورتين. ضغط النادي الأهلي من أول ملعب، جمانة هيثم معها رنا نبيل، نضغط شوية رنا، وادي الأسيست حلو لنادين وتنجح نادين ياسر في تسجيل نقطتين لصالح نادي سبورت. 27-18 رانا نبيل والسكيب باس لفريده وائل، بتاخد سكرين من نادين سلعوه ونادين وخطا شخص على منار ايهاب. يعني الملاحظ في التحكيم ان هو اي تاتش، مش فاول فاول، يعني واحد حط ايده على التاني فاول، يعني مش عارف هل ده صح ولا غلط، يعني لو حد سمعني يقول لي يعني اداء الحكام ايه. طيب نرجع للمباراه، وادي 3 بوينت من نادين سلعوه ما بتنجحش في التسجيل، نادين واختراقات نادين لكن ما بتنجحش ايضا في التسجيل. نبادي هرد لك يا نادين ارجعي، وادي جينا حلمي وفص بريك 3-3 فرح عمرو، وقف ترانزيشن الديفنس بتاع الاهلي اقوى، جمانة هيثم لفرح عمرو معاه فريده وائل، فريده لجينا حلمي، جينا مع وتباصي لنادين، لكن هنا كابتن ساره جمال احتسبت مخالفه ال3 ثواني لاستقرار نادين ياسر لعيبه سبورتنج في المنطقه المحرمه. الكره مع الاهلي رانا نبيل 7 دقائق 10 ثواني. 27 سبورتنج 18 الاهلي. سكرين من كايلا تاخد بوزيشن تحت الباسكت، تلف بجسمها عل تطلع ليه رانا نبيل اللي شاطت لسه واقفه مع النادي الاهلي في 3 بوينت، وخطا شخصي على نادين سلعوه واوت سايد لصالح نادي سبورتنج. تغيير هلا مصطفى ان ونادين ياسر خرجت بره وجينا حلمي خرجت بره، ادي لعبت الفاول ايه ونزلت رقم 33 فريده خالد ونادين ياسر. جمانة هيثم لهلا مصطفى لمنار ايهاب وسكرين نادين ياسر، حاول منار تعدي معاها سوريا تلحق منار وتسيطر على كورتها، تسلم لهلا مصطفى اللي بتسلم ليه فريده خالد وتراي على الباسكت لكن ما بتجيش، لم نادين سلعوه اتجاه تطلعها خبطت فيه السله من تحت لقيتها نادين ياسر وقدرت انها تاخد الكوره وتاخد فاول ورميتين حرتين لنادين ياسر سبورتنج. خطأ الشخص الثاني على نادين سلعوه ورميتين حرتين لسبورتنج على التنفيذ نادين ياسر. تنجح في تسجيل الاولى نادين. يجري التغييرات كابتن علي هاشم وتنجح في تسجيل الثانيه عشان توصل نتيجه 18 الاهلي 29 سبورتنج. تغيير
هتخرج سوريا وتنزل الكابيتان ودينا عمرو رقم 10، ويا بالمناسبة خطيبة الكابيتان ونادي الأهلي مودي الجرحي، تمنياتنا لهم بحياة سعيدة إن شاء الله. وادي رنا نبيل بوينت جارد النادي الأهلي لدينا عمرو، تستلم سكرين من كايلا لنادين سلعاوي، رنا نبيل وسكرين من نادين سلعاوي لدينا عمرو اللي بتسلم لكايلا تحت الباسكت واحد على واحد، والنبادي بتنجح في التسجيل. تضايق الفرق الى 9 نقاط، 6 دقايق 10 ثواني على انتهاء زمن الكورتر الثاني. جمانة هيثم، هلا مصطفى لفريدة خالد، فريدة بتطلع ليه هلا مصطفى ومعاه كايلا، فريدة شوت 3 بوينت، فريدة ما بتنجحش في التسجيل، تلم على طول دينا عمرو اللي بتباصي لسلعوه لكن ما بتلحقهاش وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتي. الفكره حلوه لكن كانت فيها باور زياده، بس صارت لك يا بنات. يلا شد حيلنا شويه، ناكد الفوز لاعتلاء القمه كالمعتاد. وادي نادين ياسر سلمت لمنار ايهاب، بتهوش منار ومعاها رنا نبيل، لكن رنا حلوه قوي الستيل ده، رنا الستيل ده انا ما شفتوش من ايام ماجيك جونسون. وادي على طول لفريده وائل، فريده والفاست بريك بتهوش بجسمها حلو، نادين سلعوه على السكند شوت، نادين بتدور على مين؟ بتدور على دينا عمرو اللي قطعه فاضيه، ونقطتين للكابتن ودينا عمرو على طول. كابتن احمد جمعه وكابتن هيثم كامل يطلبوا تايم اوت لايقاف تقدم الاهلي 22 الاهلي 29 سبورتنج، 5 دقايق 11 ثانية. وادي الكرة الأخيرة اهي، دينا عمرو كانت فاضية خالص وقدرت تاخد فريدة خالد بخبراتها كده وتفضي نفسها وتوصل للباسكت وتسجل نقطتين. لكن بقى لو مخرجنا كده الكرة اللي قبلها والستيل الحلو اللي عملته رنا نبيل، يبقى شاكر أفضلك جدا لو عدتها لنا. وادي بعض عادات المباراة، وادي الوقعة القوية جدا لكايلا، وادي الاطمئنان على كايلا، قبل الكابتن علي او دي تعليمات عفوا. وادي بعض عادات لاند سبورتنج، خلاص الاربعة اللي بره بقى نتحرك سكرينا وين ونتحرك عشان هي لو ما نعملش تشوط الناس، هي لو ما نعملش تشوط. انتهت زمن التايم اوت، والكرة في حيازة نادي سبورتنج. نفس خماسي النادي الاهلي اللي انهى بيه قبل التايم اوت، رنا نبيل، نادين سلعاوه، وفريدة وائل والكابيتانو دينا عمرو وكالا سورنتون. اما نادي سبورتنج فهو نفس التشكيل، فريدة خالد، نادين ياسر، منار ايهاب، هلا مصطفى، جمانة هيثم عيد. والاوتسايد لصالح نادي سبورتنج. وادي جمانة هيثم لسه رنا نبيل معاها. جمانة، فريدة خالد، دي واحدة من المساعدات تحت 18 سنة، فريدة وكايلا تنتهي عند مين؟ تنتهي تخبط في رجل فريدة، لكن هلا تلم لسه الكرة حائرة. نادين دفاع قوي من دينا عمرو، هلا مصطفى اللي بتهوش سلم نادين، لكن زمن ال 24 ثانية انتهى على طول. تقول الكرة لحيازة النادي الأهلي 29 سبورتن 22 الأهلي، 4 دقايق 44 ثانية. كايلا سورنتون اللي بتطلع بالملعب تسلم لدينا عمرو، وسكرين من كايلا، دينا من بعيد قوي يا دينا، لكن تلحقها على طول نادين سلعاوي وبتسجل نقطتين، تضايق الفرق الى 5 نقاط لصالح نادي سبورتنج. جمانة هيثم تاخد سكرين من هالة وتراب، حلو الديفنس، منار ايهاب بتعدي بتحاول توصل ووصلت، لكن الكرة عند كايلا وبترتكب معها منار ايهاب، خطأ شخصي لصالح النادي الاهلي رقم 4 منار ايهاب، وخطأ شخصي لصالح النادي الاهلي. خرجت فريدة خالد من نادي سبورتن ونزلت فرح عمرو من نادي سبورتن، تغيير حصل كده بسرعة في صفوف نادي سبورتن. كرة مع النادي الاهلي،
4 دقائق 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. 29 الاهلي سبورتنج، 29 سبورتنج الاهلي 24. رنا نبيل لدينا عمرو، فريده وائل تحاول تخترق، سلمت لكايلا لكن ستيل من هلا مصطفى اللي بيطلع لجمانه، جمانه الفرح من سبورتنج، فرح لقى الطريق فاضي، اخترقت من ميدل عايزه تطلع لكن تخطف منها الكوره رنا نبيل وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. رنا نبيل لسه راجعه من اصابه، ما كملتش بالظبط يعني ما كملتش اسبوع في التدريبات، لكن بتؤدي النهارده مباراه قويه جدا بالنسبه لها. وادي فرح عمرو من سبورتنج وسكرين كايلا معاها، سلمت ليه جمانة هيثم اللي بتسلم تحت الباسكت نادين ياسر، بتلف وبشمالها نادين لكن على طول سرعوها هي للديفنسيف ريباوند، تطلع بالفاست بريك تلعب واحد على واحد ولا تسلم فريده، فريده لعبت ما جابتش، تحاول معاها تاني لكن تنتقل الكره لمنار ايهاب اللي بتسلم على طول لجمانة هيثم وبتهدي على ملعبها. 3 دقائق 15 ثانيه لسه النتيجه 29 سبورتنج 24 الاهلي. جمانة بتسلم لكن ستيل من فريده وائل والفاست بريك عند مين هتخلص؟ عند مين؟ سلمت حلو لنادين ياسر، ليه؟ دينا عمرو اللي شاطت ما جابتش، توصل تاني لدينا عمرو اللي قررت تخترق وما تجيش على السكند شوت تنجح. كايلا سورنتون تقريبا في اصابه لنادين لدينا عمرو لكن سلامات قامت بالسلامه الحمد لله. ده الفرق الى 3 نقاط وتغيير ثريا من الاهلي، هتدخل وتخرج فريده وائل وخرجت جمانة هيثم ونزلت جينا حلمي. جينا حلمي نزلت واحده من لاعبات نادي سبورتنج الاقوياء، وتميزوا بالثري بوينت نسبتهم عاليه ما شاء الله اللي معاه الكوره دي، لكن الستيل من النادي الاهلي لكن تخطف نادين ياسر وبتسجل نقطتين. 31-26 لصالح نادي سبورتنج، دقيقتين 30 ثانيه ثريا لكايلا لدينا عمرو قررت تخترق، طلعت لي نادين سلعوه اللي شاطت 3 بوينت نجحت في التسجيل، اول 3 بوينت من بدايه اللقاء لي نادين سلعوه عشان تضايق الفارق الى نقطتين. دقيقتين 15 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني، 31 سبورت 29 الاهلي. منار ايهاب تعمل على دبل تيم تخطف الكوره، خطا شخصي على كايلا. كابتن احمد شحات احتسب خطا شخصي على كايلا. طيب نشوفها تاني، يمكن انا ما بشوفش يعني يوم ما تحسبها حاجه تبقى جامبول. اوت سايد او عفوا رميتين حرتين لمنار ايهاب، منار ايهاب وتنفيذ الرمية الحرة الأولى تنجح في التسجيل. والرمية الحرة الثانية منار إيهاب ما بتنجحش في التسجيل، تلم نادين ياسر وعلى السكند شوت تشوت لكن هلا مصطفى تلم من وراها. وادي منار إيهاب فين الريباوند؟ الريباوند عند كايلا، كايلا بتطلع بالفاست بريك تخترق تستغل جسمها تنجح في تسجيل الكاونت والاند وان عشان تضايق الفرق الى نقطه قبل انتهاء الكوارتر الثاني بدقيقه 51 ثانيه. 31 الاهلي 32 سبورتنج، ادي الاعاده ثاني اهي هنشوف استغلال صح للجسم، باور لياب حلو قوي، وادي الكاونت وادي المو وادي الاند وان اللي ما نجحتش في التسجيل وتم الكوره عند فرح عمرو اللي بتعدي بملعبها وتسلم لنادين ياسر، واحده من الخبرات الثقيله داخل نادي سبورتنج. جينا حلمي لهلا مصطفى لجينا تاني اخترقت لكن قطعت منها الكره حلو. رنا نبيل بقول لكم عامله جيم كويس قوي النهارده ما شاء الله عليها رغم عودتها من الاصابه، يعني مش عايزين نحسدها ربنا يحافظ عليها. وادي الكره لنادي سبورتنج تطلع لهلا مصطفى اللي بتسلم لجينا حلمي، 9 ثواني على 24 ثانيه. منار ايهاب منار تسلم ليه فرح عمرو اللي شاطت في اخر 3 ثواني ما جابتش، تلم كايلا على طول دقيقه و20 ثانيه على انتهاء زمن الكوارتر الثاني. ثريا 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 هتعمل ايه يا ثريا؟ استنت سكرين من كايلا فتحت لها الملعب ثريا و3 بوينت ثريا ما بتنجحش في التسجيل.
وادي كايل على السكند شوت وبتنجح فيه انها تاخد رميتين حرتين لصالح كايلا سورنتون. 3 بوينت وحيده النادي الاهلي سجلها في خلال احداث الفتره الاولى والثانيه او الكوارتر الاول والثاني، اما نادي سبورتين فسجل لغايه دلوقتي 5 3 بوينت في احداث الكوارتر الاول والثاني. وادي كايلا سورنتون ما بتنجحش في التسجيل. غريبه كايلا تعاتب نفسها كده تزيد تركيز شويه. كابيتانو دينا عمرو بتسلم عليها بتشد من ازرها. وادي كايلا على التنفيذ الرمية الحرة الثانية. تنجح في التسجيل. تعادل النتيجة 32-32 دقيقة 6 ثواني على انتهاء الكوارتر الثاني. وادي جينا حلمي. سكرين من هلا مصطفى. كايلا عاملة فنس قوي. فرح عمرو. ومعاها رانا نبيل لكن ترتكب خطأ شخصي رانا نبيل في آخر 47 ثانية على أحداث الفترة الثانية والكوارتر الثاني. على الخطأ الشخصي على دينا عمرو، هي حسبته على دينا عمرو على فكرة. غريبة جدا يعني. طيب هلا مصطفى تنجح في تسجيل الرمية الحرة الأولى. هلا على تنفيذ الرمية الحرة الثانية. 47 ثانية وتنجح في تسجيل رمي الحرة الثانية تسع فرق ثاني إلى نقطتين لصالح سبورتين. 34-32 سوريا دغيدي ومعها جينا حلمي كله بيبص على الساعة. كابتن علي بيطلب إن الملعب يتفتح. كايلا ثلاثاتك يا كايلا ثلاثاتك يا كايلا هارد لك يا كايلا. لم دينا عمرو هتعمل إيه دينا؟ طلعت لسوريا. سوريا قررت الاختراق لكن تضيع منها في السكة وتخبط في رجلها وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتن. 25 ثانية و34 سبورتن 32 الاهلي زي ما شفتوا حضراتكم كده على ادي خبطت في رجليها واوت سايد لسبورتن. فرح عمرو بوينت جارد نادي سبورتن عدت. هلا مصطفى منار ايهاب ليه هلا تاني 10 ثواني على زمن الهجمه. منار تخطف على طول الستيل حلوه قوي من منار لكن هنا في خطا شخصي ولا دبل؟ لا هنا دبل دريبل. كابتن عمرو الزاهد احتسب دبل دريبل وفاضل دقيقتين وست اجزاء من الثانيه على انتهاء زمن الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. دينا عمرو اللي هتشوط من بعيد لكن بلوك من هلا مصطفى وتاتي معها صافره انتهاء احداث الفتره الثانيه والكوارتر الثاني. اعزائي المشاهدين كنت معكم في احداث التعليق على احداث الفتره الاولى والثانيه والكوارتر الاول والثاني. ننتقل بكم الى الاستوديو والزميل العزيز الكابتن هيثم السعيد وضيفاه الكرام كابتن محمد سلعوه وكابتن علياء. شكرا لكم وهرجع لكم تاني في احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث. بسم الله الرحمن الرحيم. السيدات والساده مشاهدي ومحبي ومتابعي قناه النادي الاهلي معلقكم الرياضي احمد مناع يحييكم ورجعنا تاني لنهائي دوري المرتبط سيدات ما بين النادي الاهلي ونادي سبورتنج. النتيجة زي اللي ما كانش معانا 34 سبورتنج 32 الاهلي. مان اوف ذا ماتش او رجل المباراة في الكوارتر الاول نادي الاهلي كايلا سورنتون 22 نقطة اما نادين ياسر نانا رقم 11 من نادي سبورتنج 11 نقطة. اللاين اب للنادي الاهلي رانا نبيل دينا عمرو كايلا سورنتون سوريا ونادين سلعو. وادي رانا نبيل وحاسة تبادلية أهلاوية دينا عمرو اختراق لدينا باصت لكن ما بتجيش روح على طول فص بيك أول نقاط المباراة. لا ترجع كايلا على طول تقف في الديفنس. هلا مصطفى من سبورتين جينا حلمي اللي بتعدي وتوصل وتسلم الكرة ليه منار إيهاب. منار وسكرين من نانا تاخد الكرة نانا لكن بلوك حلوة قوي من كايلا سورنتون واوت سايد لصالح نادي سبورتين.
اوتسايد. هنا بقى حد يقول لي ايه اللي حصل، اقول له الكره خبطت في سوريا، المفروض كانت الكره تنزل ارض الملعب، لكن جومانا هيثم لسه خبرتها مش يعني صغيره، خدت الكره ومسكتها على السنة اوتسايد على سوريا، لكن الحكم احتسبها خطا اوتسايد ليه الاهلي. وادي 3 بوينت من دينا عمرو، لكن ما بتنجحش في التسجيل لما على طول جومانا هيثم اللي بتعدي من ملعبها وبتشاور على التيشيرت، دي لعبه متفق عليها لمنار ايهاب، منار لجومانا هيثم تاني، وسكيب باس لجينا حلمي اللي شاطت 3 بوينت، ما بتنجحش في التسجيل، تلم دينا عمرو على طول وتسلم لسوريا، سوريا تعدي من ملعبها، باصت الاسيست حلو نادين سلعه، ولكن هلا مصطفى ترتكب معها خطا شخصي ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. ادي الخطا الشخصي هلا مصطفى لصالح نادين سلعه. نادين على تنفيذ الرميه الحره الاولى تنجح في التسجيل، او النقاط الكوارتر الثالث ده الفرق الى نقطة، وهلا مصطفى خطأين شخصيين حتى هذه اللحظات. وادي الرمية الحرة الثانية ايضا في التسجيل. هقول لكم في اقرب توقف في احصائيات الكوارتر الاول والثاني، لكن خلينا مع المباراة. فرح عمرو اللي بتعدي بملعبها مع دينا عمرو ليه، منار ايهاب، منار وهالة، منار لسه معاها رنا نبيل، سلمت لجينا اللي شاطت 3 بوينت ما جاتش، كايلا على طول من اعلى نقطه بتطلع بملعبها، والباك بيفو تلعب واحد على واحد، سلم لدينا عمرو تنادي السلعوه هتقلب ولا هتخش، لكن تتقطع منها في السكه وبتجري على طول فرح عمرو وبتطالب بالجري وتوصل عند نادين ياسر من سبورتن، سلم لكن الستيل حلو من كايلا، كايلا بتسلم على طول وبتجري بالفاست بريك 3 على 1، وهنا خطا شخصي على نادين ياسر او نانا، واوت سايد لصالح النادي الاهلي. جومانا هيثم هتنزل، هتخرج فرح عمرو من سبورتنج، وادي عفوا جينا اللي ارتكبت ثلاث اخطاء شخصيه. جينا حلمي هي الكابتن، رنا نبيل لدينا عمرو الكابيتانو، وسكرين من نادين سلعوه، دينا عمرو لكايلا ميديام، كايلا ما جابتش، كايلا على طول جومانا هيثم تلم وتطلع بالملعب مع رنا نبيل. والله شايف ان رنا مديها اداء هايل النهارده والله في ظل العوده من الاصابه، وخطا شخصي على دينا عمرو ترتكبه ضد منار ايهاب، يعني هنشوفها في الاعاده، ما مش عايزين نحكم، خلينا نشوفها في الاعاده. وادي منار ايهاب على تنفيذ الرميه الحره الاولى تنجح في التسجيل، منار الرميه الحره الثانيه تنجح ايضا في التسجيل، كده نسبه كل فرقه في الفاول شوت 100%، اثنين هنا واثنين هنا، 34 36 لصالح سبورتنج، 7 دقائق 30 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. رنا نبيل لنادين سلعوه قررت تخترق، وفولا في ديفنس كويس، رانا و 3 بوينت رانا، نجحت رانا في تسجيل اول 3 بوينت ليها واول نقاط ليها في هذه المباراه. رانا نبيل تجعل التقدم اهلاوي 37 36 نادين ياسر، وتنجح في تسجيل نقطتين نادين ياسر توسع تضيق الفارق الى نقطه لصالح سبورتنج. هاي عفوا سوريا، باك بيفوت سوريا تقلب الناحية التانية صعبة، لكن تلحقها على طول رنا نبيل، دينا عمرو تعمل عليها تراب تتخطف منها وتروح لجومانا هيثم، جومانا بتجري على الفاست بريك، جومانا معاها نادين سلعوة، لكن تنجح جومانا في تسجيل نقطتين توسع الفرق إلى ثلاث نقاط لصالح نادي سبورتين. 6 دقايق 30 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث، تتخطف الكرة، لا هنا خطأ شخصي على هلا مصطفى ترتكبه ضد كايلا. وادي دينا عمرو خرجت ودخلت مكانها
فريده وائل، اوتسايد للاهلي نادين سلعوه. هل هيدفع الكابتن علي بيفو الثاني؟ وادي نادين شاطت، نجحت نادين سلعوه في تسجيل ثلاث نقاط تعادل بيهم النتيجه الى التعادل مره اخرى. جمانة هيثم لمنار ايهاب، زي ما قلت لحضراتكم منتقله حديثا من الاهلي، لكن عند فرح عمرو بتهوش، سيطر على كرتها لاخر لحظات، شوطه من بعيد لكن تطلع اوت سايد من جمانة هيثم، شاطت او من فرح عمرو، لا عفوا دي جمانة هيثم هي اللي شاطت من بعيد وبتطلع اوت سايد لصالح الاهلي. رنا نبيل ليه نادين سلعوه قررت تخترق، وصلت فعلا بشمالها تنجح في تعزيز تقدم الاهلي بنقطتين 42 40 خمس دقائق 40 ثانية على انتهاء زمن الفترة الثالثة أو الكوارتر الأول. جمانة هيثم وهنا أوتسايد لصالح نادي الأهلي. كابتن عمرو زاهد قال تشتكي الكابتن عمرو زاهد، كابتن عمرو زاهد قال لها ده لعب على الكورة ديها في الكورة، تايم أوت تطلبه كابتن أحمد جمعة من نادي سبورتنج ونشوف بعض عادات المباراة. ناخد عادات المباراة دلوقتي، وادي الكرة اهي كرة حلوة من جمانة هيثم، اللعبة الحلوة نقول عليها حلوة، ومن زاوية تانية اهي وادي نادين والثري بوينت الجميلة لنادين سلعوة، دي تاني ثري بوينت في اللقاء او تل دي التانية فعلا، الأولانية كانت لرنا نبيل، وادي هنا وادي آخر تراي لنادين بشمالها، وادي تعليمات كابتن علي هاشم ومساعده الكابتن احمد ابراهيم والكابتن كريم اسماعيل. انتهى التايم اوت، نفس خماسي النادي الاهلي، سرايا فريده وائل كايلا رنا نبيل ونادين سلعوه، اما خماسي نادي سبورتين منار ايهاب نادين ياسر فرح عمرو جمانة هيثم وهاله مصطفى. 42 40 اللي ما كانش حاضر معانا، و4 0 الاهلي على الاتحاد برضو للي متابع ونفسه يتابع كوره زي حالاتي. 42 الاهلي 40 سبورتين، 5 دقائق 20 ثانيه على انتهاء الكوارتر الثالث. وادي سرايا خطف السكة تلحق رنا نبيل، وادي فريدة وائل ما بتجيبش، تلم نادين سلعوة على السكند شوت لكن بتقطع منها تروح ليه فرح عمرو لجمانة هيثم. جمانة هلا مصطفى ليه فرح عمرو اللي شاطت ما بتجيبش، فريدة وائل على طول بتلم وبتطلع بملعبها تسلم لكايلا لكن متأخرة شوية، هارد لك يا كايلا هارد لك يا فريدة، اوتسايد لصالح النادي الأهلي. تنزل جينا حلمي اللي هتعمل تغيير دلوقتي وهتدخل مكان فرح عمرو. جينا حلمي ثلاثة فاول وثلاثة فاول على نادي سبورتنج توتال وواحد وفاول واحد على النادي الأهلي. جينا حلمي وادي جمانة هيثم ورنا نبيل ماسكاها، تقطع كايلا لكن تطلع اوتسايد على النادي الاهلي. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج. هلا مصطفى تستلم. منار ايهاب. منار لهلا مصطفى. سلم ليه فرح. نادين ياسر تحت الباسكت، سيمي هوك بشمالها، تلم رنا نبيل اللي ما جابتهاش نادين ياسر، على طول رنا تطلع بالملعب، سلم لسرايا، سرايا واختراقاتها. سلمت لكايلا، كايلا لفريده وائل اللي هوشت، لقى الطريق فاضي ووصلت دبل جامب ما جابتش، تلم على طول نادي سبورتين، جمانة هيثم بتطلع بملعبها. قررت لقى الطريق فاضي، اخترقت ما جابتش، لمت على طول سرايا، بالباص يا سرايا، بالباص يا سرايا. سرايا ليه رنا نبيل وقفت شاطت اوبن شوت لكن ما جابتش، تلم على طول
نادين ياسر، نادين سلعوه اللي طلبت بالهدوء بعد ما كايلا ودت لها الكوره. زون ديفنس نادي سبورتنج، وادي فريده وائل لسوريا، هوشت اربع ثواني اتقطعت منها، شوطي شوطي شاطت ما جابتش، لعبوا لسه لكن الكوره راحت لسبورتنج. جينا المنار ايهاب اللي وقفت وشوت 3 بوينت اوبن شوت ما جابتش، صراع ينتهي عند جينا حلم من سبورتنج، قررت تشوط هي كمان، لا الطريق فاضي ما جابتش، تروح على طول لفريده وائل، فريده بتجرب ملعبها، فريده 3 على 2 عايزه باصه توصل عند نادين سلعوه لاي حاجه بتشوطها وبتخبط فيه، هلا مصطفى كره هنا وكره هناك، منار ايهاب من سبورتنج حاول تلعب واحد على واحد، خطا شخصي على سوريا وكاونت والاند 1 لمنار ايهاب. 42-42 3 دقايق 12 ثانية على انتهاء الكوارتر الثالث. الفاول الأول على سوريا، وادي منار إيهاب تنجح في تسجيل الأند 1 والكرة أهلوية والتقدم بفارق نقطة لسبورتنج. 3 دقايق 5 ثواني على انتهاء الكوارتر الثالث. رانا نبيل زون ديفنس نادي سبورتنج، كايلا لنادين، كايلا لسوريا بتهوش فيك باص لكايلا 3 بوينت من كايلا ما جابتش، تلم فريدة وائل لكن تتقطع في السكة وخطأ شخصي على فريدة وائل، خطأ شخصي وده الخطأ الشخصي اعتقد الثالث، هيتم استدعاء جنة مصطفى، فعلا خطأ الشخص الثالث واوت سايد وجنة مصطفى هي اللي هتنزل. الكرة اتقطعت منها هنا، وادي هنا حاولت تعمل الستيل لكن خبطتها وطلعت اوت سايد، وفعلا غيرها الكابتن علي هاشم، خرجت فريده وائل ونزلت جنة مصطفى في اول مشاركه ليها رقم 74 زي ما احنا شايفين قدامنا. والكره مع نادي سبورتنج. جمانة هيثم منار ايهاب، هلا مصطفى جاي لها سكرين وتاخد هلا مصطفى البيك اند رول لكن جنة بفدائيه شديده تلم الكوره وخطا شخصي على نادين ياسر لاعبه نادي سبورتنج واوت سايد لصالح نادي الاهلي. نادين ياسر ثلاث اخطاء شخصيه، وهذا البيك اند رول حلو قوي لكن هنا جنة خدت الكرة والخطأ على نادين ياسر زي ما شفنا شد ايد جنة. رانا نبيل لسه نادي سبورتنج زون ديفنس، وادي نادين لسوريا لرانا نبيل لسوريا تاني، بساط سريعة وتحركات تحت الباسكت عشان حد يفضى، كايلا شاطت في الثواني الأخيرة لزمن الهجمة، تخبط في ايد مين؟ تخبط في ايد الأهلي وبتطلع، لا دي تخبط في ايد سبورتنج وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. زمن الهجمه الجد الثاني بقى 14 ثانيه، وادي الكره اهلاويه ونادين 3 بوينت، نادين يا سلعوه تنجح في تسجيل ثلاث نقاط، 45 الاهلي 43 سبورتنج، دقيقة 50 ثانية على انتهاء زمن الفترة الثالثة أو الكوارتر الثالث. جينا لنادين ياسر، جينا وترابات من الأهلي، جمانة هيثم بتهوش لكن في السكة تعمل الستيل، جنة وتروح لمنار، منار لهالة بتلف، خطأ شخصي على جنة، خطأ شخصي على جنة مصطفى لاعبة النادي الأهلي. خطأ شخصي، تركيز من كابتن علي هاشم. جينا حلمي لهالة مصطفى تحت الباسكت، لفت وشاطت لكن ما جابتش، لم كايلا على طول وخطأ شخصي على نادين ياسر، ده كده الخطأ الرابع اعتقد. كابتن احمد هيسحبها يعني، انا شايف من عندي هنا فعلا هيسحبها، ينزل فرح عمرو هنا الخطأ اهو، ده الخطأ الشخصي الرابع ونادين ياسر فعلا هتخرج، قد يحتاجها الكابتن احمد جمعه في احداث الفتره الرابعه. دقيقه 32 ثانيه، تقدم الاهلي 45-43 ورميتين حرتين لكايلا سورنتون، اي فرقه هتعمل فاول برميتين حرتين. كايلا نجحت في تسجيل الاولى
وادي كايلا على تسجيل رمي الحرة التانية. في حاجة تقريبا يعني جينا حلمي تقريبا مصابة يعني، بس لو الكاميرا تيجي معاها كده. جينا حلمي اللعيبة رقم 11 من نادي سبورتين غيرت هي دي سلامات ونزلت مكانها فريدة خالد. ألف سلامة جينا، واحدة من اللعبات يعني مركز يعني مفتاح لعبة مهم جدا في نادي سبورتين. وهنا راحت فريد نوع الشيطة راحت طمنت على جينا يعني، برضو لو كاميرا تلحقها برضو كده قبل ما تمشي يعني، واقفين مع بعض وبتطمنوا على جينا. وادي سبورتين معاك كورة، وادي الاوتسايد لصالح النادي الاهلي. لسه نوع الشيطة واقفة مع جينا على دكة بدلاء سبورتين، و13 ثانية على زمن الهجمة، 47 الاهلي 43 سبورتين. وادي الكرة راحت لهالة مصطفى ومعها جنة، لكن جنة تعمل جود ديفنس تسلم على طول فاست بريك، لكن بعيدة يعني قوية شوية. سرايا هارد لك يا سرايا، لكن جود ايديا. دقيقة وعشر ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثالث، 47 الاهلي 43 سبورتين. وجنة بتخطف الكرة وبتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. جنة عاملة دور دفاع من ساعة ما نزلت كويس جدا. جمانة هيثم لمنار ايهاب، ومستنى السكرين من هلا مصطفى لجمانة اللي بتسلم سكيب باس ليه هلا مصطفى اللي شاطت ما جابتش الريباوند عند نادين سلعاوة، وبتطلع اوت سايد. تمام، وكرة مع الاهلي، رانا نبيل لجنة مصطفى قطعلها كايلة، لكن في السكة كده تخطف منار ايهاب لفريدة خالد. منار تاني بتعدي هلا تحت الباسكت فاضية، وبتنجح في تسجيل نقطتين و30 ثانية على انتهاء الكورتر الثالث، 47 الاهلي. وادي باسكت حلو تلم كايلة تاني، جنة بعد ما ضيعتها كايلة جابتش، تخبط في ايد جمانة هيثم في اخر 20 ثانية. يعني هي زعلانة من نفسها ازاي الكرة دي ما جاتش. 47 الاهلي 45 سبورتين، 20 ثانية على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. وادي سوريا لرانا نبيل لنادين سلعوة الكايلة، كايلة والبنتريشن وباسكت لكايلة في اخر 10 ثواني، 49 45، 5 ثواني على انتهاء زمن الكوارتر الثالث. جمانة هيثم لفرح علي او فرع عمرو اللي شاطت ما نجحتش في التسجيل، وتاتي معاها انتهاء صافره انتهاء احداث الفتره الثالثه والكوارتر الثالث بتقدم الاهلي 49 45 لصالحه. دقيقتين هي زمن فتره الراحه المقرره ما بين الكوارترين، ونعود اليكم مره ثانيه. لكن بعض الاحصائيات سريعه كده، نادي سبورتنج 7 محاولات على الباسكت 3 نقاط لم يسجل ولا واحدة، أما النادي الأهلي 7 محاولات أيضا نجح في تسجيل 3 محاولات. ونادي سبورتين في الفري ثرو قدر إن هو يشوط 3 أو جاب 3 نجح في تسجيلهم، والأهلي 4 نجح في تسجيلهم. وأدي الكابتن أحمد جمعة وتعليماته. نسبة الفريقتين فاول شوتنج حتى هذه اللحظات في الكورتر الثالث هي تقترب من 100% أو هي 100% فعلا. وادي تعليمات كابتن علي، ونشوف الرسم البياني على بورد الكابتن علي، ونشوف الشرح واللي هيجرى في الكوارتر الرابع. تمام، اهم حاجه بس هنا وعدت في النص وعدت في الدريبل، احنا خلاص كده مش هنعرف نعمل حاجه، بس احنا محتاجين التراب ده هنا، ومحتاجين التراب ده هنا عشان نجري منه نروح نحط ايزي. وادي الكاس او دوري درع او كاس الدوري المرتبط ان شاء الله، خلاص بقى اهلاوي يعني. نتمنى طبعا تاني وتالت ورابع لكل اخواتنا سواء المجال الرياضي او غير الرياضي، وكل شعبنا واخواتنا بالسلامة من هذا الفيروس اللعين.
يعني ضرب كافة الفرق اللي زارت إسماعيلية، سواء كان على مستوى الرجال أو الأنسات أو الشباب تحت 16 سنة. يعني سلامات سلامات، يعني ما فيش أغلى من الروح. يعني النهاردة على سبيل المثال مانشستر يونايتد وإيفرتون مباراة قوية في الدوري الإنجليزي اتأجلت عشان 5 لعيبة من مانشستر سيتي عفوا اتصابوا بكورونا من قائمة أصلها 25 لاعب، لكن ما علينا نكمل المباراة. ومنار إيهاب وادي هالة مصطفى اللي قررت تخترق، وصلت هالة، نجحت هالة في تسجيل أول نقطتين في أحداث هذا الكوارتر. وادي رضوى اللي نزلت في مركز مانشستر سيتي فعلا، أنا قلت بعد ما عدلتها من مانشستر يونايتد ومع إيفرتون في الدوري الإنجليزي. 5 حالات إصابة من أصل 25 القائمة وتم التأجيل. وادي نادين سلعوة اللي شاطت ما جابتش 3 بوينت، ريباوند عند هلا مصطفى وجنة خطأ شخصي، جنة مصطفى خطأ شخصي على جنة مصطفى. هذه الإعادة، وادي الخطأ على جنة وأوت سايد لصالح نادي سبورتنج. فرح عمرو من سبورتنج جال سكرين من هلا مصطفى لفرح عمرو لمنار إيهاب. منار اختراقات منار، باك بيبو تخطف على طول تعمل ستيل كايلا والفاست بريك كايلا. وادي أول نقطتين للنادي الأهلي في أحداث الفترة الرابعة. 51 الأهلي 47 سبورتنج. وادي جمانة هيثم اللي عدت وصلت، لكن رضوى احتسبت على كابتن سارة جمال، احتسبت عليها خطأ شخصي وأوت سايد لصالح نادي سبورتنج. وتغيير، نزلت جينا ونادين ياسر، جينا 3 فاول ونادين ياسر 4 فاول، وخرجت فرح عمرو وفريدة خالد. والفاول على رقم 12 بيبلغوا بيه الترابيزة. وادي الاوتسايد لسبورتنج، جمانة هيثم لنادين ياسر اللي مرتكب 4 اخطاء شخصية. وادي هلا مصطفى اللي خدت بوزيشن حلو ونجحت في تسجيل نقطتين من جنة مصطفى عشان دقى الفرق الى نقطتين تاني. 8 دقى 40 ثانية على انتهاء زمن احداث الفترة الرابعة او الكورت الرابع والمباراة. نادين سلعاوة ليه سرايا من بعيد، سرايا شاطت لم تنجح في التسجيل على السكن شوت. دي سلعوة بفدائية شديدة تلم ليه رضوى، رضوى الجنة مصطفى اخترقت حاولت تباصي لكايلا، لكن منار تقطع وتعمل الستيل وتروح على الفص بريك لوحدها وتنجح في تسجيل نقطتين. وخطأ شخصي على رضوى محمد رقم 12. على طول كابتن علي هيجري تغييرات، بعض التعديلات في الصفوف هيخرج. ادي الفاول فعلا فاول يا رضوى. وادي خرجت جنة مصطفى ونزلت نوع شتا ورميتين حرتين لمنار ايهاب، ورانا نبيل هتنزل مكان رضوى. دي جنة مصطفى، وادي رانا نبيل مكان رضوى. تتلقى التحية كده والتأييد. ومنار إياب على تنفيذ الرمية الحرة الإضافية والأند وان ما بتنجحش في التسجيل. تم على طول النادي الأهلي نادين سلعوة، نادين وزون ديفنس لسه نادي سبورتين لسرايا، رانا نبيل، سرايا رانا نبيل تاني فين تلاتات الكهرانة. سرايا اللي كانت متحصلة السنة اللي فاتت في الدوري على شوتر او احسن هدافة 3 بوينت، لكن كايلا هنا على طول تخلص الموقف بنقطتين تجعل تقدم الاهلي 53-51 بعد ما كانوا متعدين في الكرة الاخيرة. وادي جمانة هيثم لمنار ايهاب، السكرين لهالة مصطفى تلحق قبل الاوت، تسلم ليه منار ايهاب تاني. منار وتغيير الاتجاهات وصلت لكن ما جاتش، تلم على طول على الديفنسيف ريباوند
نادين سلعوة وبتحصل على خطأ شخصي من منار، ده الفاول الثالث على منار إيهاب لعبة نادي سبورتنج. هذا الخطأ هنا بالرجل، تحرك الرجل هنا فعلا خطأ شخصي. والأوتسايد أهلاوي، ده كابتن أحمد جمعة القائم بعمل المدير الفني الحين عودة الجنرال عمرو عاشور بسلام الله، شفاء الله وعافاه، وبرسل ليه تحياتي مرة تانية وثالثة، وبتمنى له الشفاء العاجل هو وكل اخواتنا من هذا الفيروس اللعين. كيك اوت لنادين سلعوة، ليه كايلا، اختراقات كايلا، ميديام كايلا ما جابتش كايلا، نوع شتاء على الديفنسيف ريباوند او على الاوفنسيف ريباوند لسوريا. وادي اخر 7 ثواني على زمن الهجمة، ونادين سلعوة من بعيد ما جابتش، تلم على طول جينا عايز جينا حلمي ليه شمانة هيثم لمنار إيهاب لنادين، نادين شاط 3 بوينت ما جابتش هي كمان، كرة راحت عند مين خبطت في جينا حلمي وتطلع أوتسايد لصالح نادي الأهلي. 53 الأهلي 51 سبورتنج، 6 دقائق 38 ثانية، جينا حلمي بعد الإصابة والخبطة اللي في عينيه تحت عينيها، سلامات لجينا. وادي الإعادة تاني اهي عشان نشوف، يعني تقدر تقول الإعادة هنا عندنا عاملة زي تقنية الفار كده، يعني بتشوف هنا الأخطاء ايه لو أنا غلطان أو حاجة، يعني بالنسبة لنا حاجة حلوة جدا يعني. طيب نرجع للمباراة، كرة مع رنا نبيل زي ما احنا شايفين قدامنا، رنا بتعدي بملعبها، سلمت لنوع شتا، سكيب باس ليه سوريا اللي لحقت قبل الأوت، سوريا طلبت سكرين من نوع شتا، سلمت ليه نادين سلعوة، واختراقات نادين، كيك اوت لكايلا، والثري بوينت كايلا مش ماشيه النهارده في الثلاثات، مع مش ماشيه في الثلاثات، لكن اوت سايد على النادي الاهلي، تخبط في نوع شتا وبتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورت. 6 دقائق 14 ثانيه زي ما قدامنا في الشاشه، 53 51، نشوفها تاني، نرجع لتقنيه الفار. طب تصدقوا بقى على نادين ياسر، اه والله انا بعد كده هبلغ الحكام. طيب منار ايهاب بتعدي على مصطفى لمنار ايهاب، منار لهاله شاطت هاله ما نجحتش، هاله تطلع اوت سايد على نادي سبورتنج. والكرة للنادي الاهلي، لسه النتيجة معلقة 53 51، 5 دقائق 46 ثانية على انتهاء زمن الفترة الرابعة او الكورت الرابع والمباراة. سوريا لرنا نبيل، رنا لسوريا تاني اللي سلمت لنوع شتا تحت الباسكت، لكن مخالفة المشي بالكرة على نوع شتا واوت سايد لصالح نادي سبورتنج. اوتسايد لسبورتنج، جينا حلمي لجمانة هيثم، 5 دقائق 28 ثانية على انتهاء زمن الفترة الرابعة والمباراة او الكورت الرابع والمباراة، وتتويج الاهلي رسميا ببطولة دور المرتبط للمرة الخامسة على التوالي. وادي فاول وخطأ شخصي على رقم 8 سوريا، وده الخطأ الشخصي رقم 2 على سوريا ورقم 4 على النادي الاهلي توتال كده. النادي الاهلي اي خطأ شخصي برميتين حرتين. وادي اوتسايد لنادي سبورتنج، 5 دقائق 18 ثانية، لسه النتيجة زي ما هي، جينا حلمي اللي وصلت لكن خطأ شخصي على نوها شتا، ورميتين حرتين لجينا حلمي. 53 51 زي ما قدامنا على الشاشة، 5 دقائق 14 ثانية، جينا حلمي على تنفيذ الرمية الحرة الأولى، تنجح في التسجيل. وادي الرمية الحرة الثانية جينا، ما بتنجحش في التسجيل، كرة عند النادي الأهلي نوع شتا بتلم لكن عايزة تباصي، تقطعها على طول نادين ياسر، نادين لجينا، جينا سلمت لجمانة هيثم، جمانة لسه الاهلي مان تو مان، في ميس ماتش هنا يا، لكن عملته وعالجته كويس قوي رنا نبيل، وعملت الستيل والباصه والاسيست حلو، والرنا نبيل ليه كايلا ونقطتين كمان
توسع الفارق 52 سبورتنج 55 الاهلي 7 دقائق 4 دقائق 45 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. وادي هلا مصطفى جينا حلمي من بعيد جينا شاط جينا نجحت في تسجيل 3 نقاط. جينا حلمي تضيق تعادل السكور وتخلي السكور تعادل 55 55. سوريا لي رنا نبيل بصة حلوه الرنا وتطلع كيك اوت نادين لسوريا اللي هوشت وشاطت 3 بوينت وعايزه ترد لكن ما بتجيش تلم على طول نوع الشتاء لا والله تتخطف في السكه وتروح ليه منار ايهاب بتعدي منار معاها كايلا تسلم لجمانة جمانة هيثم عيد وادي هلا مصطفى لجينا حلمي جينا بتعدي توصل تتقطع منها تقع من رجلي يعني هي وقعت منها وخبط رجليها الحكم حسبها على الاهلي. وادي تغيير سرعة خرجت وخرجت فريدة يعني لو مخرجنا يعيدها لنا لو عارف يعيدها لنا نشوفها بس كده ايوه اي والله وقع من ايديه اتمنى يتدخلوا تقنية الفار في الباسكت والله. اوتسايد لصالح نادي سبورتنج وجمانة عايزة ما تطلع الاوت ودفع قوم الاهلي خطفت كايلة لكن بسيطها كده ليه هلا مصطفى اللي طلعت لجمانة هيثم وشاط 3 بوينت اير بول تلم جينا وتاخد بلوك على طول من نوع شتا لكن خلاص زمن الهجمة انتهى لصالح النادي الاهلي. تعادل الفريقين 55 55 3 دقائق 44 ثانية على انتهاء احداث المباراة. الفصل الاخير واللحظات الاخيرة في تتويج النادي الاهلي ببطولة دوري المرتبط 2020 2021. سكيب باس لفريدة وائل واختراقات فريدة سلمت لكايلة ميديم شوت كايلة لكن ما بتنجحش وبتحصل على فاول من جمانة هيثم رقم 95 ورميتين حرتين لكايلة سورنتون. جمانة هيثم الخطأ الشخصي الاول ونادين ياسر 4 اخطاء شخصية وكايلة بتنجح في تسجيل الرمية الحرة الاولى. نسبة النادي الاهلي 5 رميات حرة الخمسة ان نسبة 100%. وادي الرمية الحرة الثانية تنجح في التسجيل ايضا كايلة توسع الفريق نقطتين لصالح النادي الاهلي 3 دقائق ونص على انتهاء زمن احداث الكورت الرابع والمباراة. جمانة هيثم لجينا حلمي جينا ومعاها فريدة وائل تستقبلها على طول كايلة تقطع كايلة لكن تقطع منها تطلع منها وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتنج. 11 ثانية على انتهاء زمن الهجمة وثلاث دقائق و 19 ثانية على انتهاء زمن المباراة. نادين ياسر معاها نواشتة نادين بتحاول تلعب بيها واحد على واحد بتطلع كيك اوت لمنار منار 3 ثواني ثانيتين بلوك حلو من نواشتة اللي بتطلع لفريدة وائل على الفاست بريك معاها كايلة بصي على كايلة لكن تنجح انها تسجل نقطتين فريدة وائل تعود تاني بقوتها المعهودة واللي كانت سبب في تتويج اليوبلس الموسم الماضي بكأس مصر على حساب سموحة. جمانة هيثم من سبورتين وسكرين تعدي جمانة توقف لها نوع الشتا تخبط في نوع الشتا وتطلع اوت عايزة تطلع كيكا وتطلع اوت سايد لصالح نادي سبورتين على عفوا الاهلي. في اصابة هنا لرانا نبيل في ايديها سلامات لرانا رجع من اصابة عاملة مباراة كويسة ما خدتش وقت كتير في الاعداد اتصابت تاني سلامات لرانا والجهاز الطبي نزل دكتورة ياسمين والدكتورة سالي طمنوا عليها وطمنوا عليها هل هي في ايديها ولا في رجليها يعني بس واضح ان يعني سلامات الاصابة واضح انها قوية لا دي في ايديها الحمد يعني في ايديها يعني سلامات سلامات لرانا نبيل المنطقة الحديث من سبورتنج الف سلامة يا رانا. وقامت رانا يعني لا واضح ان الكدمة القوية في ايديها الشمال سلامات وهي مستنية دلوقتي على الدكتورة ياسمين والدكتورة سالي جهاز الطب النادي الاهلي يعني مقدية مباراة بصراحة رائعة ادوار دفاعية في الستيل في الفاست بريك يعني عاملة مجهود رائع ولسه راجعة من الاصابة وجمانة هيثم داخلة
يعني تقريبا كده زي ما بيقول ايديها اتحطت ما بين جمانة ونهى. لو نعيدها تاني يا مخرجنا يعني نقدر نشوفها تاني. نبص عليها تاني كده سريعا. شكرا لمخرجنا العزيز. ودي هنا السكرين هنا. بصوا هنا ايوه ايديها اتحطت ما بين جمانة. ايوه سلام على التصوير البطيء الجميل اللي مبين وموضح كل حاجة. ايوه هنا بالظبط هنا بالظبط هنا ايديها دخلت ما بين جمانة وما بين نهى شتا. سلامات سلامات. يعني هما بيبلغوني بيقول لي كوعة طق يعني. سلامات لرنا نبيل. الف سلامة لرنا. وادي الجهاز الفني حط ايديها في التلج. سلامات لرنا. الف مليون سلامة يا رنا يا نبيل. وسلامات ايضا لكل لاعبينا. وادي التايم اوت انتهى. و 59 الاهلي 55 سبورتنج دقيقتين 45 ثانية والكرة اهلاوية. الف سلام عليك يا رنا. الف سلام عليك. الف مليون سلام عليك يا رنا. عياط ويعني دموعك غالية فعلا علينا يا رنا يعني. سلامات. وادي خطأ شخصي على جينا حلمي اللي كانت مصابة برضو. نتمنى لها كل سلامة وكل سلامة لكل لاعباتنا. جينا حلمي الفاول ترتكب الخطأ الشخصي الرابع. جينا حلمي واوتسايد اهلاوي كده. اي فرقتين تو شوتس على طول اي فاول. رضوى اللي نزلت مكان رنا ليه فريدة وائل لكايلا. كايلا الرضوى. رضوى اوبن شوت قررت انها تدي نادين وشاطت نادين لكن ما بتجيبش. تلم على طول بفدائية مع هودة. كايلا اللي شاطت 3 بوينت تاني ما جاتش. تلم عند هالة مصطفى من سبورتنج وبتطلع بالفاص بريك. هالة دقيقتين 10 ثواني على انتهاء زمن الكوارت الرابع والمباراة. جمانة هيثم لجينا حلمي مع فريدة وائل. دفاع قوي من فريدة. عدت جينا وصلت جينا سلمت لنادين. نادين شاطت نجحت في تسجيل نقطتين. حلوة اللعبة حلو الاسيست من جينا. وادي تشجيع من دينا عمرو وسوريا زي ما شفنا في الكادر كده. وادي ترقب لأحداث المباراة من جنة مصطفى. 59-57 لصالح النادي الأهلي. دقيقة 56 ثانية على انتهاء زمن الكوارت الرابع والمباراة. نقطتين للنادي الأهلي. نوع شتا رضوى سلمت الكرة لفريدة وائل لكايلا. كايلا بتخترق وقفت استخدمت اللوحة ما جاتش. نوع شتا من أعلى نقطة تقع وتنزل في ايد نوع شتا الثاني والسكند شوت لكن عند نادين ياسر لتلحق وتسلم لجينا وتهدى وتسلم نادين ياسر لفرح عمرو. عدت فرح باسكت للنادي الاهلي. دقيقة ونص على انتهاء احداث الكوارت الرابع والمباراة. فرح عايزة تسلم لهالة وتستخدم تستغل الميس ماتش. سلمت لنادين ياسر. نادين لمنار ايهاب اللي بتهوش وراح تطلع شيطة. منار ما نجحتش في انها تجيب الباسكت وتطلع اوت سايد لصالح النادي الاهلي. دي 14 ثانية زي ما حضراتكم شايفين باسكت للنادي الاهلي 59-57 ودي 14 ثانية. اي خطأ شخصي على اي فريق برميتين حرتين. رضوى محمد هي اللي طالعة بالملعب هي البوينت جارد. سلمت لكايلا. كايلا النادي سلعاوة لفريدة وائل اللي بتسلم لرضوى. نوع شتة تحت الباسكت طلعت لكايلا لرضوى. رضوى اختراق من البيز لاين. رضوى سلمت لنوع شتة ونوع شتة لكن تراي على الباسكت ما بتجيش وخطأ شخصي تاخده نوع شتة. ودي المشاعر او اللحظات الاخيرة المباراة باين على وجه سوريا. وجينا حلمي ترتكب الخطأ الشخصي الخامس. واحدة يعني انا احييها على ادائها سواء في هذه المباراة او المباراة الماضية. بصراحة واحدة من نجوم نادي سبورتنج اللي قدوا مباراة ومستوى عالي جدا بقالها سنتين. يعني انا بحييها وهارد لك على الخمسة فاول يا جينا. لكن نرجع للمباراة. نوع شتا على التنفيذ الرمية الحرة الاولى تنجح في التسجيل. نوع شتا نسبة 100% حتى هذه اللحظات النادي الاهلي في التسجيل الرميات الحرة. نوع شتا 3 نقاط فارق. وادي تانية تنجح في التسجيل 4 نقاط فارق لصالح النادي الاهلي. 53 ثانية و7 اجزاء من الثانية وتايم اوت يطلبه الكابتن احمد جمعة القائم باعمال المدير الفني لنادي سبورتن. ودلوقتي بقى في اخر دقيقة اللي هي او في اخر 53 ثانية هنا التايم اوت اللي طلب
الحكم هيرجع يسأل الكابتن أحمد جمعة هل هتلعب الكرة من نص ملعبك ولا من نص ملعب النادي الأهلي. لو من نص ملعبك يبقى 14 ثانية، لو من نص ملعب النادي الأهلي 24 ثانية. وخرجت رانا نبيل عشان يعني عياط غير طبيعي، يعني ربنا يشفيك يا رانا ونطمن عليك بإذن الله، وإن شاء الله أحاول أجيب أخبارها الكابتن هيثم ونطمن عليه. بص يا خالد، بص ورجعنا تاني اعزائي المشاهدين 61 57 53 ثانية، وبسؤال الكابتن احمد جمعة هتلعب من انهي منطقة؟ قرر انه يلعب من منطقة منتصف ملعبه وال 14 ثانية. زمن الهجمة، وده تعديل من التعديلات الأخيرة اللي أقرتها الفيفا أو الاتحاد الدولي لكرة السلة. الكرة سبورتنج، جمانة هيثم هتطلع، دفاع قوم النادي الأهلي، سلمت لمنار إيهاب، منار لهلا مصطفى لجمانة هيثم تاني، 10 ثواني على انتهاء زمن الهجمة. جمانة لمنار، منار والسكرين، سلمت لهلا مصطفى اللي شاط 3 بوينت، لكن قصيرة، نادين ياسر بتلم، لكن خلاص صافرت ل 24 ثانية تنهي الجدل لتصبح الكرة أهلوية. على طول كابتن علي يطلب تايم اوت، 38 ثانية ما زالت النتيجة 4 نقاط لصالح نادي الأهلي. يا ترى الكابتن علي هيلعب بقى الكرة من أول ملعب ولا من منتصف ملعبه؟ زي ما قلت لحضراتكم منتصف ملعبه يبقى 14 ثانية على زمن الهجمة زي ما حصل من شوية، أما من أوله فهتبقى 24 سنة. نشوف تعليمات كابتن علي ايه ونرجع معاكم على طول. انتهت احداث التايم اوت اللي طلبه الكابتن علي رسميا، لكن لسه كابتن علي ما خلصش تعليماته. والكابتن علي طلب ان الكوره تتلعب من اول ملعبه عشان يحصل على 24 ثانيه كامله. دي بعض عادات المباراه. جمانة هيثم ورانا نبيل نتمنى لها كل السلامه، وادي الاستيل حلو من كايلا لكن ما بتطلعش معاها. طبيعي جدا نادي سبورتنج هيضغط بس من نص ملعبه اخر 35 ثانية. وادي رضوى، تقطع من رضوى لكن تلحق كايلا وتصلح الخطأ على طول، اللي بتسلم لفريدة وائل، فريدة وائل ياخد الهجمة لاخرها وبراحتهم خالص. ادي نادين سلعوة 9 ثواني على 24. رضوى، نبتدي بقى نلعب من هنا، كايلا لنوع الشتاء لكن تراعي الباسكت ما بيجيش لما هلا مصطفى على طول اللي بتطلع. هل هيفنش نادي سبورتنج في اخر 10 ثواني بثري بوينت ولا بنتريشن؟ وادي فرح علي او فرح عمر اللي شاطت ما جابتش، لمت على طول نادي سلعوه. خلاص انتهت المباراه بتقدم الاهلي وتفوقه 61 57. مبروك للنادي الاهلي.